قدره أو اختياره أن يقف على خشبة المسرح ليتلقى الهجوم غالباً وتصفيق الجماهير أحياناً. كل ما أقول وقلت في حياتي وما تعلمت من أبي. بس أكيد مش لدرجة نقد البخاري، لأن أبويا لما بدأ يراجع انتصر لي أنا. كانت المقاومة أنهم يفضلوا ساكتين ويبقى الوضع على ما هو عليه. يعني حضرتك إن شاء الله لما عملت اللي عملته ده حررتنا من الاحتلال؟ القناع الثاني اللي بيتهم بيه أستاذ إبراهيم عيسى هو قناع الطناش، يعني طنش تعش تنتعش. مثلا على سبيل المثال أستاذ محمد الباز كان بيرقص الجريدة اللي حضرتك أسستها وهجمك كتير جدا على نفس الصفحات، حضرتك ما ردتش وده حضرتك بتعمله كتير، ولكن اتفاجئنا إن حضرتك طالع في حوار مع أستاذ محمد الباز فتقال إنه الطناش كان حاصل لأنه في النهاية المصالح بتتصالح، وإنه أستاذ إبراهيم عيسى كان عنده وجهة نظر لما ما كانش بيرد. هو إيه المصالح؟ مش عارف، قول لنا بقى. أنا منهجي في الحياة أنني لا أرد، وسأستمر حتى أموت لا أرد ولا أعلق على من يهاجم أو يتهجم أو ينتقد أو يعني. طيب ممكن حضرتك ما تردش، أنا متفهمة حضرتك كمان ما ردتش على مجدي الجلاد، ما ردتش على ناس كتير، على مصطفى. يا قائمة طويلة جدا، قائمة طويلة جدا، قائمة طويلة جدا. حضرتك ما ردتش على حد، بس ظهور حضرتك معاه في حوار كان بالنسبة لي غريب. هو قال إبراهيم عيسى لا يعبد إلا نفسه مثلا، إبراهيم عيسى مصاب بالتضخم، التضخم في الذات، مليارديرات الصحافة، نشر حسابات حضرتك البنكية. يعني إزاي يعني عدم رد حضرتك؟ أنا متفهمة لأنه متكرر، ولكن ظهور حضرتك معاه في حوار كان غريب جدا. والله كانت دعوة كريمة ولطيفة جدا منه، كان حوار دعوة كريمة ولطيفة من شخص يسيء لي. أساء لي مرارا وتكرارا. لا ما هو يا حكاية، ما هو ما ليه ما تعتبريش أن الدعوة دي هي بمثابة العودة عن الإساءة؟ يعني ليه ما تعتبريش بالمنطق شكل من أشكال الاعتذار؟ يعني مش هقول اعتذار، لأنه أنا لا أملك أن أنا أضع يعني صفات وتوصيفات لتصرف شخص يعني على لسانه أو وصفا له بينما هو لم يقل. لكن ليه ما تعتبريش أن ده جزء من النقاش الطبيعي اللي فيه تسامح وتعدد وتنوع مع كل الأطراف؟ ولا بأس. منى مهما بذلت من جهد أنا مش هتنتزع مني هذا القناع. أي يعني قناع الطناش. مش قناع خالص، مش بالعكس، ده هو منهج والتزموا غيري من أساتذتي، تعلمت منهم وعلى يديهم هذا المنهج. يعني قناع الطناش منهج ما اسموش طناش خالص. يعني لم أنا لم أقرأ عن أو من الموسيقار العظيم محمد عبد الوهاب ردا على من عاش عمره كله يتهمه، يتهم عبد الوهاب بأنه اقتبس أو أنه سرق أو أنه عمل. طب لما حضرتك تتهم بحاجات تشكك في يعني في نواياك التنويرية أو في أفكارك أو في مصداقيتك، ليه برضو ما بتردش؟ ما أنا مش عارف يا منى، حد بيشكك في نواياي؟ آه. لو أنا حلفت له على مصحف يصدقها ليه إذا كان مشكك نوايا أساسا؟ يعني رجل دخل قلبي وفتشه واطلع عليه وعرفه واتخذ مكانة يعني الملائكة وأدرك ماذا يدور في قلبي وأعلنه. فالمفروض مهما قلت وردت عليه علاش إيه؟ راجل خلاص، راجل مطلع على الصدور، أنا هعمل فيه إيه؟ فراجل مطلع على الصدور، فيعني يعني أبعد كثيرا جدا من قدرتي على نقاش. من الأقنعة اللي حضرتك بتتهم بيها هي قناع الصاخب أو الصخب في منشطاتك، في تصريحاتك، في الطريقة اللي بتقول بيها آرائك. انت بتقولك ايه عن الصخب بهدوء شديد الحقيقة يعني؟ لا هو يعني ما ظنيش انه مطلوب خالص الصخب، لانه الصخب لا يؤدي الى نتائج حقيقية بل بيزاحم العقل يعني مثلا. انما المطلوب الجدل، والجدل قيمة مهمة للغاية، والبعض يتعامل معها باعتبارها وكأنها يعني نقيصة. لا الجدل شيء مهم ومطلوب، الدجل يعني هو المفروض. أكيد يعني حضرتك بتقصد
إنه الآراء والمنشطات تخرج من حضرتك بشكل جدلي، الصحافة بشكل يثير الجدل. الصحافة معتمدة اعتماد كبير في عناوينها وانشطتها على إثارة الانتباه، على إثارة الجدل، على شيء من الغموض، على بعض الصدمة. دي الصحافة التي تقوم على العناوين اللي تفترض وتقتضي الجاذبية للقارئ، وده مسألة طبيعية ومهنية جدا. طب حضرتك ما بتقلقش مثلا من فكرة إنه قد يكون الرأي صائب وقد تكون المعلومة مهمة وضرورية ومطلوبة، ولكن اللهجة اللي اتقالت بيها تجعل الناس تنفر منها؟ ده مثلا حصل مع حضرتك كتير، خصوصا في الآراء الدينية. مش فاهم اللهجة بمعنى إيه؟ يعني هل المفترض بمعنى إنه نفس الرأي ينفع يتقال بطريقة زي السم في العسل فأقبلها، وينفع يتقال بحدة فيخضني وأنفر منه؟ أنا لا أسمم الناس، فلا يعني أعتقد إن في حاجة إلى عسل أو غير عسل، فبتختار الحدة يعني حتى لو ده رقم واحد. رقم اتنين، إنه إحساسك بأنه اللهجة شديدة أو اللهجة قاسية أو صادمة نتيجة أن المضمون نفسه هو اللي بيقع في قلبك هذا الموقع الصادم، مش اللهجة. إنما أنا يعني لا أظن، وأنا بتكلم أن أنا يعني أتجاوز في أشخاص أو في أسماء أو في قيم أو لا في مش أخلاق طبعاً. ومن ثم أنت لهجتك حتى لهجة الحماس غير لهجة الانفعال، لكن عندما تكون اللهجة لهجة حضرتك حماسية عالية وممزوجة بالحدة، وأحيانا والحدة في مناطق زي ما حضرتك وأحيانا بالسخرية وبالتهكم، وأحيانا كتير بالسخرية وأحيانا بالسخرية وبالتهكم، وده جزء من منهجك وأسلوبك في تقديم الرأي. وده طب زي بقول لحضرتك إنه نعم من المفترض إنك تعمل إيقاظ، حالة من اليقظة. أنا عمري 59 سنة ولا أريد شهرة إضافية، لا أريد، الله يحفظك، لا أريد واحدا إضافيا يعني يعرفني، مش لا يعني تريد. مش لا يعني تريد تريد وهنرجع لده. لا 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 يعني يعني حضرتك تريد وهنرجع لده. انا اريد للناس ان تقرا، ان تعي، ان تتحاور. هو ده اللي انا بقصده بالظبط. مش بقصد انه لو كان استاذ ابراهيم عيسى يريد للناس ان تعرف، مش من الضروري ان احنا نكلم الناس بلهجه ما تخوفهمش، ما تخضهمش، ما تصدمهمش. يعني مش من باب اولى ان حضرتك تسترق سمعي واهتمامي فضلاً عن إنك تخدني وتنفرني وتخليني أطلع أجري؟ مش عارف لو الأستاذ نايم محفوظ سمع هذا السؤال قبل ما يكتب أولاد حارتنا كان كتبها ولا لأ، بس هي اتمنعت برضه. يعني هي برضه اتمنعت بالضبط. فيعني أقصد إنه لأ، يعني أنا من رأيي إنه واجب الأديب والروائي والمفكر وصاحب الفكر الذي يريد أن يقدمه للناس أحياناً أن يزلزل الأفكار القديمة لصالح الأفكار الجديدة، وهذا ما تعلمناه من أساتذتنا وأساتذتنا. أيوة بس هما ما كانوش بيخضوا الناس في آراء دينية وفي شخصيات. الدكتور يوسف إدريس خض الناس إلى حد أنه شيخ الشعراوي يعني هاجمه هجوما شرسا. الأستاذ العظيم أستاذنا أستاذ الكل، أستاذ الكل بالمعنى الحقيقي للكلمة، يعني أستاذ توفيق الحكيم كتب حديث مع الله فهز الكل، وحصل صخب وجدل ونقاش وفي الآخر خلاه حديث مع الله. لكن في المحصلة لا، هذه مهمة الكاتب، مهمة المفكر، عندما يعني يتخلى عنها فيتخلى عن دوره. وبعدين هي فرض يعني فرض كفاية مش فرض عين، يعني مش ضروري إنه كل الكتاب يعملوها، يعني ممكن منهج. لا هي مش ضرورة طبعا، هو فرض منهج في الآخر، فرض كفاية لو فعله أحد لكف الآخرين. طيب بعيداً، يعني بعيداً عن الأدب وعن كون حضرتك مفكر، خفت من السجن يا أستاذ إبراهيم؟ قلقت من السجن؟ أنا ما خفتش، قلقت طبعاً. ومن الذي لا يقلق من السجن؟ ومن يريد السجن أصلاً إلا أحمق؟ لكن في المحصلة طبعاً قلقت كما أي شخص عادي. يعني أنا ممكن أهمسك بشيء يثير الرأي العام وهو همس. طب اهمس لي في حاجة. لا يعني أقصد أنه مهما كانت الأفكار بتتقال سواء بصوت قوي وجهوري أو بصوت خفيض، عشان كده أنا ما قلتش صوت وقلت لهجة. لهجة إذا كانت يعني لهجة، يعني زي صباح الخير صباح الخير صباح الخير. صحيح أستاذ إبراهيم عيسى صباح الخير. لا أفيق يا العالم. تعرف صلاح عبد الصبور في قصته الشهيرة في مسرحية ليلى والمجنون
يا أهل مدينتنا هذا قولي، انفجروا أو موتوا، رعب أكبر من هذا سوف يجيء. اتكلم الدكتور أسامة الأزهري وهو يعني رجل متزن في تصريحاته، قال إنه زي ما في متطرفين في الدين في متطرفين في الاتجاه المضاد. هل إبراهيم عيسى قد يكون متطرف في التجديد أو في الرغبة في التنوير؟ أنا مش فاهم يعني إيه تنوير متطرف. يعني إيه تنوير متطرف؟ يعني رغبة حضرتك هي اللي متطرفة فبتؤدي مثلاً لصوت عالي وصخب. أستاذة منى، لأرد بسؤال، هل هناك وسط بين الحق والباطل؟ يعني أنا لا أنظر وأحدق في السقف ثم أطلق فكرة دينية. من بقى إبراهيم عيسى المفكر لإبراهيم عيسى السيناريست، إبراهيم عيسى بيقيم نفسه ككاتب سيناريو إزاي؟ شايف السيناريوهات اللي بيكتبها فنياً إزاي؟ يعني برضو تقييم الإنسان لإبداعه ولكتابته ده مسألة يعني صعبة للغاية، مش دوره. طب حضرتك بتقيم يعني سيناريوهات حضرتك بتقيم بأنها مباشرة شوية، مفتقدة الدراما شوية، أقرب إلى مقال صحفي مباشر جداً؟ يعني إذا قدام ما ظنيش أنه تقييم عام، بعض الناس رأيها كده طبعاً، احترم رأيها. وصل لحضرتك الرأي ده؟ طبعاً وصل، وأنا يعني لم أعتبر له أي قيمة ولا أي أهمية. يعني مع احترامي له طبعاً واحترامي اللي بيقول الكلام ده مفيش شك، يعني لأنه أنا أظن في نفسي أنني أعرف من السينما وفي السينما أكثر من كثيرين يعتقدون أنهم يعرفونها. اللي أنا بكتبه وبشتغله في سيناريوهاتي سواء في السينما أو في الدراما التلفزيونية هو مدرسة ومنهج في الكتابة. الكتابات متنوعة ومتعددة والمدارس كتيرة، زي ما في أفلام كوميدية وفي أفلام أكشن وفي أفلام أكيد. درامية القوالب في أنواع كتيرة في الكتابة طبعاً. يعني أقول حضرتك مثلاً الأستاذ محمود أبو زيد، الأستاذ محمود أبو زيد سيناريست عظيم جداً، صاحب الثلاثية الشهيرة أو الرباعية لو ضميت البيضة والحجر اللي هي العار وجري الوحوش والكيف وسطهم، وتلاقي عند الأستاذ محمود أبو زيد حالة مدهشة في العالم ولغة وشخصيات، تشعري على طول ده عالم محمود أبو زيد. لما تروحي لأستاذنا العظيم وحيد حامد تلاقي عنده عالم كل من أول طائر الليل الحزين في بصمة، وفي إهم يعني هم الحرية عند الأستاذ وحيد حامد موجود في كل أعماله، موجود في أغلب شغله، التصادم ما بين التطرف والمدنية هتلاقي كل هتلاقي ده موجود في كل شغله. بقول لحضرتك من طائر الليل الحزين والغول وحتى الأعمال بقى طيور الظلام على اللعب مع الكبار، كل الأعمال هتلاقي ده موجود وهتلاقي عنده لغة خاصة بيه حتى في أفلام رومانسية. طب كون حضرتك مشاهد جيد وذواق، ده يؤهل لكتابة سيناريو على هذا المستوى إطلاق. ولا ممكن يبقى مفيد جداً إنه نذاكر كتابة سيناريو إبراهيم عيسى؟ ممكن يذاكر كتابة أنا سيناريو؟ أنا بذاكر كتابة سيناريو. ممكن أنا تدرس كتابة أنا سيناريو؟ أنا اعتبرت نفسي أعلى وأكبر بحماقة شديدة، يعني من أن أنا أكمل في معهد النقد الفني اللي درست فيه سنة أو أقل، وكان مدرس لنا يميها بقى دكتورة نهاد صليحة وأساتذة عمالقة يعني، واعتبرت أنه المواد دي كلها أنا بقراها وعارفها، وبقابل المدرسيني أساساً على القهوة بالليل، ويعني إحنا أصحاب فيعني الموضوع مش. لكن أنا أذكر أنه سنة 86 رحت أعمل حوار مع أستاذنا الكبير، أنا كنت بسميه عم صالح، عم صالح مرسي، كنتش بقول له أستاذ صالح، كنت بقول عم صالح من القربة يعني والعلاقة الدفيئة الجميلة اللي بين مع عمه دي الدفيئة أوي طبعا. فالمهم إنه أول سيناريو قريته في حياتي هو الدولي، وأنا بقى في الوقت ده عمري 21 سنة، الدولي فيلم جميل جدا اسمه الكذاب، فإداني السيناريو ده، وده أول معرفة ليا بكتابة السيناريو، مع يعني ورشة صغيرة كده في البيت واحنا قاعدين يعني على الكتابة، وخصوصا كان كاتبه كرواية كمان. فمن اللحظة الأولى أنا يعني قريت واشتغلت على السيناريو، فضلاً بقى على تجربة طويلة في كتابة السيناريو مع أحمد زكي ومحمد خان وخير بشارة، ويعني تجربة يعني ليست قليلة لا في الزمن ولا في التراكم والخبرات.
وأنا كتبت سيناريوهات مع محمد خان وأحمد زكي كثيرة للغاية لم تظهر للنور، لكن في المحصلة كانت فرصة عظيمة جداً أنه يبقوا في معهد خاص للكتابة السيناريو. كانت فرصة عظيمة للتدريب أكيد. ومش بس الأفلام ده، كانت على وشك زائد طبعاً المشروع اللي يعني اللي أنا بعتبر أنه يعني أخيراً كشفت أن أنا أظن في نفسي أن أنا مؤلفه الحقيقي، فيلم السادات. وإن كان أنا ما بحبش السيناريو، لكن في المحصلة لا، السيناريو يعني يمكن أن تقولي أنه معتمد على 90% من السيناريو اللي أنا كتبته، ورفضت فيه برضو حماقة شباب شديدة. طب حياتك وقتها ليه ما قلتش كده؟ ليه استنيت الوقت ده؟ لأن أولا كان منزعج من الفيلم، ما كنتش حاسس إن الفيلم ما كنتش حبه. بعدين بعد كده لما شفت أفلام كتيرة والناس محتفية بيها وأفلام تعبانة جدا، لا يا جماعة بالمناسبة بقى السادات بتاعي على فكرة بقى الفيلم ده بتاعي ووادي الورق وادي الشهادات بتاعة أحمد زكي بتاعي. فإذا كنت بتسأليني في البداية عن كيف أكتب السيناريو، كتبته هكذا، ثم أحيلك إلى أستاذنا العظيم نجيب محفوظ اللي كتب السيناريو بناء على انه صلاح ابو سيف المخرج الكبير قعد معاه على القهوه وقال له السيناريو بيتكتب ازاي. سؤال في حد زي نجيب محفوظ؟ ما فيش حد زي نجيب محفوظ، ده القطب. استاذ ابراهيم عيسى عندك قناع شامل، يعني كاتب صحفي، اذاعي، مذيع، روائي، سيناريست، مفكر، ومؤخرا ممثل. ما هو ده ايه كل ده؟ ما هو ده الاستاذ صلاح جاهين، كانك تتحدثين عن تجارب اسماء كبيره عظيمه. ما بتخافش على جوده الاعمال؟ يعني انا زمان الاستاذ رجاء النقاش الله يرحمه استاذنا العظيم يعني قال لي انا انت ابراهيم موهوب لدرجه انك تطلع 10 جرايد في اسبوع واحد. فاظن ان انا احمل تلك الرغبة وتلك الطاقة التي تسمح لي بأن أنا أبحث في كل وسائط الإبداع وأكتب وأعمل لأصل للناس برسالة تكاد تكون رسالة واحدة لكنها متعددة الوسائط. ويسبقني في هذا عمالقة كثيرون أحتذي بهم، لا أدعي أنني مثلهم أو أمثلهم، ولكن أدعي أنني منهم، ولا أدعي أنني منهم بطبيعة الحال، لأنه برضو تقدير الإنسان لنفسه خاضع سواء بالارتقاء بنفسك أو بالانتقاص منه. صحيح. عشان كده يعني أنا بعتبر أنه أنا أتمثل أساتذتي، إنما ليس بالضرورة أن أنا مثلهم. يعني لو تفضل تكرم أحد فوضعني في مصفهم أو في صفوف خلفية لهم فسأكون سعيدا وممتنا. أحب الصالحين ولست منهم. عندك صراع مع الزمن؟ لا، عندي قبول بأنه خلاص سنيننا بتتسرسب ما بين إيدينا زي ما قال سيد حجاب العظيم. لا هي بقى خلاص هي بتتسرسب خلاص. بتتسرسب. فيعني إحنا في المشوار الأخير، في الخطوات الأخيرة، وده يحتم على الإنسان أن يكون أكثر صراحة. إن كان صريحا فليكن أكثر صراحة، إن كان صادقا أن يكون أكثر صدقا، لأنه لم يعد في العمر يعني بقية تستطيع أن تعوض فيها ما سبق. محدش يعرف يا أستاذ إبراهيم. طبعاً الأعمار بيد الله، لكن لكن يعرف. يعني بمتوسط الأعمار في مصر لأن مسافة قريبة. يعني هو موضوع الأعمار ده أعتقد أن هو بينعكس على طاقة الشخص أكتر من أي شيء. يعني الشخص لما يشعر بالخمول وبعدم الرغبة في الإنتاج وعدم الرغبة في الإبداع، أنا بحس أن هو ده تقدم العمر الحقيقي. صحيح. الأعمار كلها بتقول إن إحنا في المشوار، أو أنا أسف يعني أنا في الملعب في آخر حدود الملعب، فيعني أصلي صلاة مودع. ربنا يدي حضرتك الصحة والعمر. الله يخليك. من الفصل الثاني صراعات للفصل الثالث والفصل الأخير مع أستاذ إبراهيم عيسى. بعد الصراعات والتهديدات بتقدر تنام بالليل كويس؟ لا، ما بنامش في الليل كويس. أنام كثيرا طويلا لكن ليس سريعا. يعني باخد وقت على الدخول إلى مرحلة النوم، إلى درجة أنه يعني دايما طول الوقت
بحسن زوجتي العزيزة يعني في أنها تنام حين تقرر أن تنام. يعني أول ما يعني هي ممكن تنام في كلمة تصبح على خير، على خير تكون نامت يعني يعني قبل ما أكمل على خير. فعلى طول بقارن نفسي ما بين يعني هذه الهدأة الجميلة اللي ما بحسدهاش يعني إنها تقرر نومها. أنا مش بحسدها، أنا بتأملها. أنا بتأملها وبمتدحها يعني وأتغزل فيها. ده إفراط في التفكير ولا قلق أو خوف ولا شغف للحياة ولأفكارك وللحاجات اللي عايز تعملها ملازمك ما بينيمكش؟ شوفي يعني أنا ما بخافش غير على أولادي وعيالي يعني يحيى وفضل. ده مصدر الخوف الوحيد اللي هو خوف قلق، وده أي أب أظن في العالم يعني لا أنفرد بأبوة دون آخرين يعني. فده الشيء الوحيد اللي تقدري تقولي الدنياوي يعني اللي فيه مساحة الخوف دي. إنما القلق أنا يعني أنا أقلق قلق عام مش قلق خاص. إنما طبعاً طول الوقت تفكير، طول الوقت تفكير، وإن تملكك ملكك. وأنا طول الوقت بحترم جداً فكرة تصحيك من النوم يعني يعني الفكرة اللي تصحيك من النوم لا، دي حاجة لابد من الانتباه إليها وتقديرها لأنها استطاعت وتمكنت أن تمنع عنك النوم. سفر حضرتك وتحركك لوحدك بدون حراسة، ما بتقلقش على نفسك؟ ما بتخافش؟ الحرس ربنا يعني، ونعم بالله. وكم من حارس حرس آخرين ولم يحرسهم. جزء من الحياة من بدري قوي إن أنا يعني فكرة مصاحبة حرس ليا دي أمر بيزعجني، وأنا سايبها على الله تماماً والحارس ربنا بالله. وأنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده مهدد وموجود في قائمة الاغتيال من عمري 27 سنة، وأنا دلوقتي عمري 59 سنة، فخدنا 32 سنة كده فوق البيعة زي الفل الحمد لله كلها بالرضا يعني. البطل المتعب والمجهد ممكن لو كتب وصية لأحبائه يكتب لهم فيها إيه؟ أمك أهم حاجة في الوجود، أهم شيء في العالم في الحياة. الأم هي أهم شيء في الحياة، لو انطلقت في حياتك من النقطة دي فأنت في رضا وأمان مهما حدث. إيه الأمنية اللي فاتت إبراهيم عيسى وما تحققتش؟ هو يعني في عدة أمنيات صغيرة، يعني كنت عايز أحب أركب عجل، أقود دراجات، أعوم، ما أعرفش أعمل حاجة خالص. لا أجيد هذه الأشياء، وكان يعني وطفل غريب جدا، طفل قارئ، فكأنه ودع كل ال اتحرم من طفولته كطفولة. لا اتحرمت من الحاجات الصغيرة بتاعت الطفولة دي، إنما أنا طفل سعيد. أنا طفل سعيد يعني لا يمكن أن أدعي عكس ذلك يعني. فعلا بفتقد إن أنا فكرة إنك تعوم، فكرة إنك، وبعدين الفكرة الأهم إن أنا كنت، بس كنت بتلعب كورة. بلعب كورة، حارس مرمى، أول ما ألاقي الهجمة جامدة والشوطة كبيرة أخرج أسيب المرمى وأمشي يعني عادي جدا يعني. فيعني لكن كان نفسي أجيد اللغة الإنجليزية، وأظن إنه أنا يعني فرطت في واجب مهم كان لازم أعمله. حضرتك شايف إن دي فات أوانها؟ ما فاتش أوانها، بس أنا إرادتي هي اللي فات أوانها. فات الأوان على الإرادة مش على الأمنية نفسها. مش على الأمنية نفسها. أستاذ إبراهيم عيسى، هطلب من حضرتك تقف على خشبة المسرح وتقول مونولوج النهاية لجمهورك، مونولوج نهاية المسرحية دي. عايز توصيهم بحاجة، عايز تقول خلاصة تجربتك، المورال بتاع تجربتك، عايز تقول اعتراف، عايز تقول اعتذار، عايز تقول أمنية، أياً كان مونولوج النهاية بتاع حضرتك هتقوله بصدق لجمهورك على المسرح. تؤمري الوقفة اللي قصاد الجمهور دي تحتم على الواحد يكون صريح أشد ما تكون الصراحة
أوضح ما تكون الحقيقة. يا جماعة أنا بحب أداء جورج سيدهم عن عبد الحليم حافظ في معبودة الجماهير وهو واقف على خشبة المسرح وبيقولها بحبك بحبك بحبك، بقالي سنين عايز أقولها لك كلمة، بقالي سنين عايز أقولها لك، هعيش وأنا بحبك وأموت وأنا بحبك. جورج سيدهم كان أفضل وأحسن مليون مرة من عبد الحليم وهو بيقول لشادية بحبك كلمة بقالي كتير عايز أقولها لك، لأن الحب قوة، الحب إعلان، الحب صوت يعلى في السماء، بحبك بحبك بحبك، عايش وأنا بحبك وهموت وأنا بحبك. وعاش جورج سيدهم على مسرح مصر.